هيبقى عندي نقطة برضو مهمة، فكرة المخدرات ولو بشكل سريع. طيب، فكرة المخدرات دي فكرة عميقة جدا. أول حاجة، أنا العناصر الإرهابية بتستخدم الناس اللي بتهرب مخدرات، وهناك تعاون وثيق بينهم. تمام. وهم عارفين عن بعض كل حاجة. ليه؟ لأن اللي بيهرب مخدرات بيهرب أفراد، وبالتالي اللي بيهرب مخدرات هو اللي قدر يهرب الجنائيين. ده المقاول اللي احنا بندور عليه. ده المقاول. ده شخص هو شغلته بياكل ويشرب وينام وبيربي عياله من التهريب. فدي نقطة. النقطة الثانية، الإرهابيين هم تجار مخدرات. طبعا. ليه؟ لأن حضرتك لما تبصي لأفغانستان حجم الفلوس اللي بتتصرف دي، قضيتي عليها في عربيات والكلام ده كله، أرقام، دي أرقام رهيبة جدا. على فكرة ده بس بيدل لك إن في دعم برضو من بره. طبعا. المخدرات ما تعملش برضو الكلام طبعا. ده. لكن في ليها بعد تاني. البعد ده إن أنا بدمر المنطقة اجتماعيا، من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الاقتصادية، وبدمر أي مساعي للتنمية في الدولة. النهاردة اللي هيتاجر في المخدرات هيكسب ملايين، حاجة أقول له بقى اعمل مزرعة، اعمل ورشة، اعمل الكلام ده، هتجيب له إيه؟ مش هتجيب له حاجة، وبالتالي هو لن يقبل بأي معاول للتنمية بتسعى إليه الدولة. يعني ده كمان جزء من الشملة، من كلمة، من تفسير كلمة. وبالتالي أنا لما بقضي حاجة، أنا لما أجي أقول إن أنا 65 مزرعة مخدرات تم تدميرها، و 46.8 طن في 14 يوم أقدر إن أنا أمسكهم، و 2,300,000 قرص ترامادول يا خرابي. تمام. يعني معنى كده إن في اقتصاد قايم على هذا الموضوع. أيوة. في اقتصاد قائم، في إدارة طبعا قايمة على هذا الموضوع.